طبيعة الحال بالنسبة لرئيس الحكومة اللي يقدم حصيلة نصف الولاية من عمل هذه الحكومة كانت مناسبة للوقوف على الإنجازات لا على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الثقافي كذلك. إذن فالحصيلة يمكن أن نقول بأنها مشجعة، يعني هي حصيلة لا بأس بها، يعني فقط المطلوب من الحكومة سريع وتيرة العمل من أجل إنجاز مجموعة من الأوراش المفتوحة. وحين نتحدث عن الورش الملكي الكبير وهو الحماية الاجتماعية وما يقتضيه هذا الورش من عمل من وآليات العمل من تنزيل الآليات المختلفة، يعني لازال طبيعة الحال أن هذا الورش مازال خاص يمكن نقولوا بعض يعني بعض العمل، لأنه فعلا أنه هناك عمل ولكن هناك يعني هناك عمل ملموس، ولكن هناك بعض الملاحظات يمكن يعني أن تكون بمثابة يعني تنبيه للحكومة يعني ليسير وفق الأجندة المطلوبة والنتائج مطلوبة من هذا الورش. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فعلا أن هناك يعني التغطية الصحية، ولكن واش فعلا أنه الحكومة يعني وفرت يعني شروط ديال الولوج إلى هذه التغطية حسب يعني الشكايات وملاحظات ديال المواطنين؟ واش فعلا أن المستشفيات اللي عندنا قادرة على استيعاب المرضى المنخرطين في هذه الأنظمة وفي هذا النظام؟ يعني واش فعلا أنها يعني الحكومة وفرت الأطباء يعني ما يكفي؟ أنه فعلا أن هناك عمل، هناك عمل جبار في هذا المجال، ولكن كل ما هو مطلوب هو أن تبحث ونبحث معها كأغلبية عن الحلول الممكنة لإنجاز هذا الورش. هناك كذلك عمل جبار بذل على مستوى يعني الدعم الاجتماعي، من كان ينتظر منه بطبيعة الحال الدعم المباشر 500 درهم ما كان سهلوهاش بالنسبة للمواطن اللي ما عنده تدرهم. وكذلك ما نساوش بأن هناك ورش كبير الدعم المباشر بالنسبة لاختناء السكن لأقل من 30 مليون 10 مليون و 70 ألف درهم اللي كيوصل السكن اللي هو أقل من 70 مليون. إذن هناك عمل على المستوى يعني الاجتماعي، هناك عمل، ولكن لابد يعني من تصحيح مجموعة من المسائل لإنجاح هذه الأوراش، خاصة وأنه ورش ملكي بامتياز. إذن هذا من جهة، ومن جهة ثانية على المستوى الاقتصادي فعلا نحن عارفين بأن هناك 5 سنوات ديال الجفاف يعني اللي أثر مباشرة على الهيكل الاقتصادي المغربي، وحنا كنعرفوا بأنه الجزء الكبير من الاقتصاد المغربي يعني يعتمد على المطار. إذن هنا الحمد لله أن هناك عمل تقوم به الآن الحكومة من خلال وزارة التجهيز والفلاحة على مستوى يعني توفير الماء والربط بين يعني الأحواض المائية. إذن هذا عمل كبير، عمل جبار. وكذلك لكن هناك عمل آخر ينتظرنا، وهو تسريع وتيرة إنجاز مجموعة من البرامج متعلقة بالسدود الكبرى والسدود المتوسطة والصغيرة إلى آخره. إذن هناك عمل. إذن على كل خلاصة القول يمكن أن نقول بأنه حصيلة لا بأس بها، ومازال بقت 2 ونص إن شاء الله ليكتمل العمل، وأمل المغاربة وأملنا نحن كذلك أن تنجح هذه الحكومة ونحن جزء منها طبيعة الحال في تنزيل البرنامج الحكومي الذي التزمت به أمام البرلمان، وهو التزامن مع الشعب المغربي الذي من أجله بطبيعة الحال نالت يعني الحكومة الثقة ديال البرلمان. إذن فلا بد من مواصلة العمل وتريع العمل من أجل الوصول إلى النهاية إن شاء الله.